السلام عليكم، أنا أم مريم وهي بنتي مريم. كنا قبل فترة في أمريكا في نيوجيرسي، وتم علاجها الحمد لله. عملها الدكتور سعد، نشكره على كل شيء. عملها التوسع والحمد لله كلهم تابعونا منيح وعالجوها، وإن شاء الله نضل متابعين العلاج لأنها تحتاج كمان العلاج. نشكر اللي استضافونا، العائلة استضافونا، شكرا لهم كثير. وشكرا لكمان الناس اللي استضافونا، اللي هي وفاء وروضة ومنى وسوسن، متأسف إذا نسيت أسماء، بس شكرا للجميع. وبدي أشكر جمعية إغاثة أطفال فلسطين اللي كان إلهم دور إنهم بعثوا مريم للعلاج. وشكرا للجميع، شكرا للمستشفى اللي استقبلوها، وشكرا للدكاترة اللي اطمنوا عليها وللممرضات وللكل.